بس حضرتك انا كنت نايم في بيتي اللي هو الدور الثاني، قمت بعد فزعه بان في حاجه زي قنبله نزلت. طبعا انا قايم من النوم مش شايف حاجه، لقيت سويت ناس بتصور، الحق بيتك وقع، البيت اللي جارك انهار على بيتك. الناس اللي هي جنب مني في الشوارع، يعني اللي ساكنين جنبي، دخلوا جوه طلعوا احفادي. قلنا نخش نجيب اي لبس اي حاجه، قال لك اللي هيخش يبقى مسؤول عن نفسه هيموت. طلعنا بره، حمدت ربنا ان مفيش حد مننا اتصاب، بس بيت رقم 9 هو اللي انهار على بيتي. الولد طلع يعني ودوه المستشفى، والمدام طلعوها بالليل ميته، ولسه من حوالي 3 ساعات دلوقتي اللي هو صباح يوم الاثنين قال لك لسه مطلعين محمد درويش. في ناس لا مؤاخذه جيران بيتوا عند ابني، بيت عندهم وبنتي بيتت عند جيران تاني، وانا نمت لا مؤاخذه في محلي. الوضع اللي انا فيه دلوقتي اعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ احنا بقى هنستنى ايه؟ نعمل ايه؟ اي سكن او اي حاجه من السيد المحافظ ينجدنا عشان ما نتبهدلش في الشارع. هو اللي انا طالبه. انا بطالب بالثلاث اسر دول هيروحوا فين؟ احنا انا اولا تيجي تصور عند المحل، انا بنتي نايمه عند جاره، مرات ابني نايمه عند جاره، واحفادي متفرقين، انا بقى اروح فين بالثلاث اسر دول؟